تلكم الليلة التي أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلات الأشلان الأكرمين، وتكريما لراحل الكريم والوالد الكريم المغفور له بإذن الله تعالى عميد عائلات الأشلان الحج السيد عبد السلام الأشلان، وقد جئنا جميعا مشاركة واجب العزاء الحج عادل الأشلان سلامه الأشلان، أو مشاركة أيضا أبنائه الكرام أستاذ عبد السلام السيد الأشلان، أستاذ ياسر السيد الأشلان، أستاذ مصطفى السيد الأشلان، أستاذ سلمان السيد الأشلان، أستاذ عادل السيد الأشلان، ومشاركة أيضا الحاج البلتاجي الأشلان، ومشاركة لأسرة المرحوم الحاج عبد الفتاح الأشلان، الحاج عبد النبي الأشلان، الحاج سعد الأشلان، الحاج مجدي الأشلان، مشاركة لعموم عائلات الأشلان جميعا. الله أسأل أن يلهمهم الصبر والسلوات. ولقد شرفت في هذا اللقاء القرآني بعلمين من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، شرفت بذلكم العلم القرآني والقطب الإذاعي الكبير، قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، صاحب الجامعة الغانمة بالمقامات والروايات، سفير من سفراء القرآن الكريم، مثل مصر في عدد من الدول العربية والأجنبية، طاف العالم شرقا وغربا كسفارة متنقلة لتلاوة القرآن الكريم، جاب أكثر من 43 دولة حول العالم الإسلامي، ملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرم، قارئ عزاء السيد الرئيس محمد حسني مبارك، الله أسأل له التوفيق. شفت أيضا بذلكم العلم القرآني، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، نجم ساطع في سماء قراء القرآن الكريم، صاعد بقوة في سماء قراء القرآن الكريم، صاحب الصوت الحسن والأداء المتميز فضيلة القارئ الشيخ عبد الرحمن محمود أبو جريدة. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نعطر المكان ونشنف الآذان بآيات الله الواحد الديان والذي أنزل على النبي العدنان بصوت القارئ الكروان، كوان مصر وسفيرها الدائم في أرجاء العالم الإسلامي الملقب بملك المقامات، صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، الأكثر شعبية على مستوى العالم الإسلامي، صاحب الصوت الحسن والأداء المتميز فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، أدعوه الآن إلى منصة التلاوة ليمتعنا بدقة أدائه وجمال صوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأخلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة Good news.
لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
وإذ قال إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا غير ذي زرع عند بيتك المحرم
ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا 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 ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم
ربنا 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 إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا 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 وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثبت وإن أسفله لمودق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من آيات سورة إبراهيم عليه السلام. تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي، علم مصر والعالم الإسلامي، قد بالتلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية الجامعة الكبرى في تلاوة القرآن الكريم الأكثر شعبية على مستوى العالم الإسلامي الذي جاب أكثر من 43 دولة حول العالم. فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب. نقلناها لكم عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية ومحطة ديزي الكبرى، معرض الفني الإضاءة الحديثة الذهبية، لؤلؤة السرادقات التي ثم تركبت تحت إدارة باشمهندس صلاح أبو رفاعي،
مقيم بعزبة نوير اشتراك مع مخازن فراشة الكبرى بقصور الضيافة المتنقلة عبر جمهورية مصر العربية قصر الضيافة المنظم والمرتب مالكة الفراشة أولاد عجلان أولاد عجلان والمقيمين بشرشابة مركز زفتة وعبر أثير شاشات الإنترنت العالمية صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت المهندس المحترم السباعي مسعود مقيم بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية اشتراك مع الخدمة الفندقية الممتازة المتميزة تحت إدارة المتر المحترم أحمد الشربيني مقيم بأبو نبهان مركز ميدرم في ليلة التكريم للراحل الكريم والوالد الكريم رحمة الله عليه المرحوم الحاج سيد عبد السلام الأشلان عميد عائلات الأشلان بعزبة الأشلان تقدم باسم كل من اسم الحاج عادل الأشلان السلامة الأشلان ثم أتقدم باسم أبنائه الكرام باسم أستاذ عبد السلام السيد الأشلان أستاذ ياسر السيد الأشلان أستاذ مصطفى السيد الأشلان أستاذ سلمان السيد الأشلان أستاذ عادل السيد الأشلان كما أتقدم باسم عم الحاج البلتاجي الأشلان باسم أسرة المرحوم الحاج عبد الفتاح الأشلان باسم الحاج عبد النبي الأشلان والحاج سعد الأشلان الحاج مجدي الأشلان باسم عموم عائلات الأشلان تقدموا بالأصالة عنهم خالص الشكر والتقدير كل القيادات التنفيذية والشعبية إلى السادة عمد القرى ومشايخ البلاد إلى كل من جاء مشاركا واجبا عزاء فتن الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا.